برضه ابو علي، يعني طبعا مش عايز اتكلم على فنيات ولا على انها الحقيقه كلها امور انتهت من اسبوع تقريبا، ولكن وصول النادي الاهلي الى كاس الانتر كونتيننتال كاول فريق مصري يصل وافريقي يصل الى هذه البطوله، اعتقد ايضا شرف كبير للنادي الاهلي طبعا ولجمهوره. بص يا كابتن اسلام، الاهلي حقق مكاسب كبيره جدا من الفوز بالبطوله دي، مكاسب يعني معنويه زي فرح الجماهير وزي الوصول للبطوله الثانيه عشر في دوري ابطال افريقيا في تاريخ النادي، البطوله 26 على المستوى الافريقي، يعني بتعمل ريكورد زي ما قلنا بننافس نفسينا كنادي اهلي. على المستوى المادي يعني انت ضمنت 4 مليون دولار من الفوز بالبطوله. فاكر زمان يا كابتن لما كسبته مباراه النجم في الكليه الحربيه والناس ساعتها قالت بطوله المليون دولار، وكان يعني فدلوقتي بتتكلم في 4 مليون دولار بطولة واحده. يعني الناس زمان كانت تقول لك بطوله المليون دولار اللي هو انت يعني خدت مليون دولار. فراح تلعب في بطوله جديده وهيتسجل في التاريخ طول العمر ان البطوله دي اول نسخه ليها كان النادي الاهلي موجود فيها ممثله لمصر وقاره افريقيا. من المكاسب الثانيه ان انت عندك 2 مليون ونص، خلي بالك تضمنت 2.5 مليون دولار. هي لسه الانتر كونتيننتال ما تحددش يعني الفلوس او المكاسب بتاعتها بالظبط، من 2 ل 2.5 مليون دولار بدايه الكلام. فعندك برضو السوبر الافريقي لو ربنا كرم باذن الله توصل غير الاثنين نص مليون، وفي كلام ان هي ممكن تزيد توصل السنة دي. فرايح كاس عالم للانديه ان شاء الله في امريكا. بطوله طبعا ضخمه جدا، في كلام على ان البدايات في كلام على الارقام ما شاء الله، يعني ويقال ان الرعاه لو قدر الفيفا ينجز بعض يعني ما يبحث عنه قد تصل ل 15 مليون جنيه يعني دولار عن المشاركه. بسم الله بالظبط لو كملت في البطوله، فكل دي مكاسب يا كابتن. لا ده البدايه لو الرعاه زي ما هم بيحاولوا يعني. فكل دي مكاسب كبيره جدا وضخمه جدا للنادي الاهلي، بتنمي موارد النادي، بتعمل لك صعبه مكاسب. في البلد بالظبط، يعني انت كره القدم السنه اللي فاتت عصام مدخلك ما يقرب من 16 مليون. انت لا 16 مليون و200 وحاجه الف دولار. يعني كنت حاسبها كان في يعني مع يعني حوالي اللي كنت حاسبه ما اعرفش اصلا 13 مليون 13 مليون و200 وحاجه الف دولار. فتخيل ان كره القدم دلوقتي بتكسب النادي الاهلي، بتدخل له فلوس. طول عمر كره القدم الناس بتتكلم ان هي بتخسر وان كره القدم بتاخد من مش عارف ايه، انت دلوقتي بتدخل لك مبالغ رهيبه. كره القدم اصبحت صناعه، اصبحت ليها فلسفه واستراتيجيه. 17 مليون ولا 16 ولا 15 مليون زي ما انتم بتقولوا، ما هو 15 مليون دولار دول احسبهم بقى. انت اصلا عندك طبعا انت عندك مصاريف كتيره كل شهر، بتبقى عندك مدير فني وجهاز فني ومحترفين ولاعيبه اجانب ومديرين فنيين في كل الالعاب، يعني انت بيبقى عندك. بس الحاجات دي بتعمل لك زي تنميه موارد، بتخليك بتفرق بجاب كبير قوي بينك وبين اقرب نادي ليك. فانت عملت مكاسب كتيره جدا يا كابتن، منها بطوله الانتر كونتيننتال. اتمنى ان شاء الله والاهلي عنده تحديات كتيره الفتره الجايه، استراتيجية بقى بتاعتنا تتغير في حاجات كده اللي هو بما يناسب طموحنا الفترة الجاية. صحيح. القصة ما بقتش قاصرة على بطولة الدوري، ما بقتش قاصرة على سوبر مصر، مع كامل احترامنا للبطولات دي جمهور الاهلي يقبل الخسارة فيها طبعا، لكن انت دلوقتي عايز تروح بدل ما تلعب على ثالث العالم يا استاذ عصام، عايز تروح تنافس وتوصل، لان انت فوق الانتصار الكروي كمان. النظام السيستم اتغير، انت عايز تكمل بقى البطوله بقت صعبه. أيوة. في الانتر كونتيننتال انت كنت تلعب بطل اوكيانوسيا، يا انت يا العين يعني هيشوفوا مين هيلعب. يلعب العين هو متسمي اسمه ايه النادي اللي بنلعبه على طول؟ اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي هتلاعب العين. القرعه يشوف يا انت يا العين، لو جينا احنا نلعب في القاهره هنا وبعد كده نروح نلعب العين في ابو ظبي، لو هم لعبوا العين هيلعبوا في ابو ظبي، بعد كده يجي يلعبوا الاهلي، اللي هيكسب يلعب الاهلي. صحيح. في القاهره، بعد كده تكمل بقى في الادوار تلعب ماتش مع الفائز من امريكا الجنوبيه والشماليه باذن الله يفوز الاهلي، يكمل طموح النهائي يعني على الابواب ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله. فكابتن يعني انت المفروض يعني انا وجهه نظري الفتره الجايه دي يبقى الشغل، وانا عارف ان اداره النادي الاهلي شغاله على كده، الاستراتيجيه اللي هي بقى انا عايز العب على الليفل بتاعي اللي انا وصلت له، القيمه بتاعتي اللي انا دلوقتي واصل لها سواء على المستوى الافريقي او المستوى العالمي. فان شاء الله الفتره الجايه تشهد يعني مزيد من التقدم للنادي الاهلي على المستوى الكروي والمستوى كمان الانشائي باذن الله.